وقبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده عشان تقدر تتابع معانا كل ملخصات الرعب. وقصتنا النهاردة عن الدمية صابرينا، والقصة دي حصلت فعلا في دولة اندونيسيا، وان كان في دمية جواها روح شريرة بتسيطر على طفلة عندها 5 سنين. فيلا بينا عشان نعرف قصتها. بيبدأ الفيلم مع المهندس دانيال، واللي بيكون واضح ان حالته المادية مش قد كده، وبيكون عايش مع مراته انيا في بيت صغير. وبيرجع في يوم من الشغل وبيعرف مراته ان هو اترقى في الشغل بتاعه وهينقلوا له مكان جديد، وبيدوه كمان هنا عربية عشان يتحرك بيها براحته. وبيروح على بيتهم الجديد اللي كان قريب من الشغل، وبيبدأوا ان هم يفرشوا كل حاجة في الشقة الجديدة. وكمان دانيال بيركب كاميرات مراقبة في البيت عشان لو حصلت اي سرقة. وبيتعرفوا على جارتهم سارة اللي كانت ساكنة في البيت اللي قدامهم. وبيروح دانيال على شغله وبيشوف شجرة كان شكلها مرعب، وفي اخر الشجرة دي كانت في دمية اطفال. والعمال هنا بيحذروه ان هو ما ينفعش يقطع الشجرة دي، ودي لانها كانت عليها دمية ملعونة، وان الدمية دي بتاع الطفل اهلها ماتوا من سنة في حادثة سرقة. وانيا بتكون مع جارتها سارة واللي كانت بتؤمن بالعالم الاخر، وبنعرف ان بنتها تشيلا بترن الجرس بتاعها، وده معناه ان هي تستخبى في مكان وما تفضل تدور عليها، وبنعرف كده ان هي كانت لعبتها المفضلة. ودانيال بيقرر ان هو يقطع الشجرة، وما كانش مقتنع بكل التخاريف بتاعتها والدمية بتقع هنا على الارض. وبالليل بيرجع تاني على البيت بتاعه، وبيكون جايب معاه شوية طلبات، بس بيلاحظ ان الدمية بتكون في شنطة العربية بتاعته. وانيا بتطلب منه ان هي تاخد الدمية وتشيلها في الأوضة بتاعتهم بتاعت الأطفال. وهم نايمين بتسمع انيا صوت جاي من أوضة الأطفال، وبتصحي دانيال عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. وبيلاقوا هنا ان الشباك مفتوح، وبيفتكروا ان الهواء ممكن يكون هو اللي فتحه، لكنهم ما يعرفوش قصة الدمية اللي في أوضتهم. وتاني يوم بيخرج دانيال للشغل بتاعه، وبتيجي سارة تقعد شوية مع انيا، وبتقول لها ان في حاجات حصلت غريبة امبارح في الأوضة، وان هي مش مقتنعة ان هي ممكن تكون من الهواء. وبيطلعوا تاني على الأوضة عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، وتشيلا بتسمع صوت طفلة في الصالة، وبتفضل هنا تتكلم معاها مع العلم ان مفيش اي طفل في المنطقة دي الا هي. وهنا لما بيروحوا للأوضة سارة بتشوف الدمية بتاعتها، وبتعرفها ان الدمية دي خطر جدا ولازم يتخلصوا منها في اقرب وقت. وبتيجي هنا تشيلا وبتطلب منه الدمية دي لان صاحبتها تحت عاوزة اللعبة دي، لكنهم بيشوفوا ان مفيش اصلا حد في البيت، وبتعرف انيا ان في حاجة غلط في الدمية دي. وتاني يوم بيروح دانيال على شغله، وبيعرفها ان هو ممكن يتأخر شوية. وبتكون انيا قاعدة بتغلف في الدمى، وبتسمع ان الباب بيخبط عليها، لكنها مش بتلاقي حد، بس بتشوف ورقة على الارض بيكون مكتوب عليها دوري عليا. وبتعرف هنا ان تشيلا بتلعب معاها، ولما بتروح انيا عشان تكلمها بتعرفها تشيلا ان هي اصلا ما خرجتش من البيت. وبالليل بتسمع صوت طفله جايه من بره البيت، وكان في بنت واقفه في نص الشارع في عز المطر وعماله بتعيط. وهنا بتعرفها ان اسمها اوتشي وان هي تايهه من اهلها، فبتدخلها انيا للبيت وبتحط لها اكل عشان تاكل. وبتكلم ساره يمكن تعرف البنت دي منين، ولما بتقول لها انيا ان اسمها اوتشي بتقول لها ساره ان دي كان اسم البنت اللي ماتت في حادثه من سنه. والنور هنا بيقطع فجاه، وبتبدا انيا ان هي تدور عليها، لكنها بتلاقي مكتوب على الحيطه دوري عليا. وبتسمع صوت جاي من الاوضه بتاعتها، ولما بتروح عشان تشوفها بتلاقي ان الدميه محطوطه في نص الاوضه. ولما بتقرب عليها وهنا بتوصل ساره في الوقت المناسب، وبتلحق انيا في اخر لحظه، وبياخدوا الدميه وبيروح عشان يرجعوها تاني لمكانها اللي كان فوق الشجره، لكنهم بيعرفوا ان هي اتقطعت. فبيتصلوا بالشيخ وحيد وبيروح عشان يدفن الدميه ويصلي عليها وينهي اللعنه. وبترجع تاني انيا على البيت، وبتجيلها مكالمه من ساره، وبتعرفها ان هي مش لاقيه بنتها في البيت، وان هي ممكن تكون بتلعب معاها استغمايه، فلو موجوده عندك في البيت ابقى عرفيني. وبنشوف ان في حد بيضرب الجرس، وبتكون انيا فاكراها تشيلا، وبتفضل تمشي ورا الصوت. وفي اللحظه دي بتجيلها مكالمه من ساره، وبتعرفها ان هي اخيرا لقت بنتها. امال مين اللي معاها في الاوضه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. فلما بتروح انيا لمصدر الصوت بتشوف ان الدميه في الدولاب، بس بتكون مش لوحدها. وبيرجع دانيال من الشغل وبيسمع مراته وهي بتصرخ، وبيلاقيها ان هي متعوره في ظهرها. وتاني يوم بيحاولوا يقروا معلومات اكتر عن الدميه، لكن دانيال بيكون مش مقتنع بالقصص دي، وبيخرج عشان يروح الشغل بتاعه. وبيعرف هنا ان في ناس متضايقه من الشجره اتقطعت، وده خلى روح الدميه تقتل العامل اللي قطع الشجره، وان هو لازم يشوف حل للشجره اللي اتقطعت والا هيترفض من الشغل بتاعه. وبيرجع دانيال من الشغل وبيكون متضايق جدا من اللي حصل. وبالليل بتسمع انيا صوت جاي من تحت السرير، واول لما بتبص مش بتلاقي حاجه، بس بعد كده
وتاني يوم بيروح الشيخ وحيد للارا وبيعرفها كل اللي حصل، وان في اسره محتاجه ان هي تطرد روح الدميه اللي دخلت لبيتهم. وبتفضل هنا تفكر لارا تروح ولا لا، لان اخر مره طردت روح شيطانيه جوزها مات منها. وبتفضل توصي المربيه على بنتها عشان لو حصل لها اي حاجه. وبتروح لارا عشان تساعدهم في طرد الروح، وبتدخل للاوضه اللي فيها الدميه عشان تبدا الجلسه. وبتعرف ساره ان هي ما ينفعش تحضر الجلسه دي لان الروح غاضبه منها، وبتبدا تحضر نفسها وبتحاول تتواصل مع الروح، وبتعرف ان هي عاوزه تنتقم من دانيال، وده لانه قطع الشجره وان هي رافضه تسيب البيت. وكمان بتحاول تاخد منهم انيا عشان تقتلها لكنهم بيلحقوها. وبتعرفها هنا ان الروح عاوزه تدخل في جسم انيا، وساعتها بكل سهوله هتقتل دانيال، وان هي اختارت انيا بالذات لان الروح سهل تسيطر على جسم واحده بتكون خايفه. وبتطلب هنا الشيخ وحيد عشان يساعدها في ان هم يحجموا من قوه الروح، وبيسمعوا هنا صوت صريخ جاي من البيت اللي قصادهم، وبيعرفوا هنا ان الروح سيطرت على ساره وتخليها ان هي تقتل نفسها، وده عشان تنتقم من كل واحد كان سبب في ان الشجره تتقطع او الروح تنتهي. وفي بيت لارا بنشوف ان في بنت بتكلم بنتها والباب بيتقفل عليهم، والمربيه هنا بتسمع صوت صريخ البنت جاي من الاوضه، وبتتصل تاني على لارا وتعرفها كل اللي حصل. ولما بترجع تاني لارا على البيت بتعرف ان بنتها سليمه وما فيهاش اي حاجه، وبيكون مكتوب على الحيطه مش هتلاقيني بسهوله. وفي البيت بنشوف ان في خفافيش كتير بتهجم عليهم، وبيحاول دانيال وانيا ان هما يدخلوا الاوضه، بس بتدخل انيا لوحدها والباب بيتقفل على دانيال، والنور هنا بيفضل يقطع لحد لما ولما بيدخل دانيال من الشباك بيشوف ان روح اوتشي سيطرت على انيا مراته، وبتبدا ان هي تهجم عليه وبتعوره في كل مكان وبتفضل وراه في كل حته. ولما بيحاول ان هو يستخبى منها حتى في القابو بنشوف ان انيا برضه بتكون معاه وبتفضل تضرب فيه. وبترجع تاني لارا على البيت وبنشوف ان الشيوخ بيكونوا ماتوا، وبتسمع هنا صوت الصريخ اللي جاي من القابو، وبتروح عشان تلحق دانيال وبيحاولوا ان هم يسيطروا عليها، وبيفكرها دانيال بالايام بتاعتهم، وده عشان تقدر تتغلب على الروح اللي بتكون جواها. وفي الاخر بيقدروا ان هم يرجعوا انيا تاني لجسمها، وبتعرفهم لارا ان هي عرفت ليه الروح عاوزه تنتقم من دانيال، وان المشكله ما كانتش بس في الشجره، وان قبل كده لما حس دانيال ان المستوى المادي بتاعه وحش وعليه ديون كتير قرر هنا ان هو يسرق بيت واحد غني، لكنه ما كانش يعرف ان في حد في البيت، ولما الاب هجم عليه قرر ان هو يقتله، ولما الام جت تصرخ قتلها هي وبنتها، وان الطفله كان اسمها اوتشي وماتت جنب العروسه بتاعتها، وان الروح مش هتهدى غير لما تقتل دانيال او يسلم نفسه. ولما بيقرر دانيال ان هو يخرج عشان يسلم نفسه بتقدر هنا الروح ان هي تحبسه في البيت لوحدها، وده عشان تنتقم منه، وبتفضل تهجم عليه وبتقدر ان هي تسيطر على جسمه وتخليه يرمي نفسه من اعلى مكان كذا مرة لحد لما بيموت. وفي الاخر الباب بيتفتح تاني لكن بيكون دانيال مات، وبتيجي الاسعاف عشان تاخد جثته، ولارا هنا بتحاول ان هي تهدي الروح تاني وبتقفل البيت عليها، وبيكون ده مكانها الجديد. وبيخلص الفيلم لحد هنا. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم في فيلم جديد. سلام.